بعد أجزاء منه الوصفة اللي هي قادمة من مركز قديمة لعزبة الله. هي على الفور انتقلت كافة الشرطة والحماية المدنية. الحماية المدنية على بعد 200 متر من مكان البلاد. أول ناس هم الحماية المدنية. البحث المبدئي إن كان في شرط من أحد الكابلات اللي مر جوار السور الخارجي للمترو حصل انتقال ليها امتداد في احدى العشش اسفل الكوبري، وبعد كده انتقلت لعشة اخرى حول اهالي السيطرة على الطريق. في الاثناء دي كان رجال قوى مدنية بيحاولوا السيطرة وحماية الحريق. حصل انفجار لعدد 2 أو 3 انابيب. النتيجة لانفجارات الانابيب الوصلات سقطت فوق رجال الحماية المدنية أثناء تأدية عملهم. في فرد استشهد وفي فرد مصاب، تم نقله للمستشفى المدنية وتصاب بأصيب أيضا. الأداء الإجمالي على الوفاة و2 الحمد لله إن التوقيت 3:30، التوقيت كان ذات معنى وأي تمويل آخر كان هيبقى حاجة.